ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر من موقع فارماكوجون. النهارده هكلمكم على واحد من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس، وهي حكه فروه الراس. ليه بيحصل لك حكه فروه الراس وازاي تتغلب عليها؟ كل ده هتعرفه في الفيديو ده. بس لو انت جديد هنا في القناه، يا ريت تشرفنا وتعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس. تابع الانستجرام، فيسبوك، تيك توك، هناك بقدم لك معلومات مفيده على هيئه كاروسلز اللي هي الحاجات اللي بتقعد تقلب فيها دي، او على هيئه فيديوهات قصيره ممكن تفيدك جدا في حل المشاكل اللي عندك. اول حاجه، فروه الراس مليئه بالنهايات العصبيه، وعشان تحدد سبب حكه فروه الراس او ايه سبب الحكه اللي عندك، فالموضوع ممكن يكون صعب ومعقد جدا. بس في الفيديو ده هقول لك على اكتر 6 اسباب مسؤولين عن الحكه لمعظم الاشخاص، وازاي تتغلب على المشاكل دي. فمن غير تطول في الكلام، تعالى نبتدي في الفيديو. اول سبب من اسباب الحكه وهو المشاكل الدرماتولوجيكال اللي ممكن تشخصها. طبعا المشاكل الجلديه متشعبه ومتعدده، بس الفكره كلها ان هنا الموضوع بيبقى سهل، لان انت ممكن تروح لطبيب جلديه يفحصك ويديك العلاج المناسب. واكتر مرضين مرتبطين بالحكه هما مرض التهاب الجلد الدهني اللي هو السيبروك درماتيتس، ومرض الصدفيه. طبعا الاثنين بيبقى مظهرهم الخارجي مختلف. مثلا ان التهاب الجلد الدهني بيكون فيه قشره وبيكون فيه زي يلو فليكس كده، انما في الصدفيه بتكون الفليكس دي لونها ابيض. طبعا العلاج بتاعهم مع ان هم مرضين مختلفين بيكون مشابه لبعضه، زي انه انت بتستخدم شامبوهات بتحتوي على ماده الكيتوكانازول زي نيزورال او نيزابيكس، بتستخدم مثلا شامبوهات بتحتوي على السيلينيوم سلفايد زي الجاستن بلو السيلسن بلو، او شامبوهات بتحتوي على الزنك بايرسيون زي الهيدن شولدرز. في برضه ممكن تستخدم الكولتار، وممكن تستخدم بعض الاسينشال اويلز او الزيوت زي التي تري اويل والليمون اويل. الاثنين دول لهم دور في علاج السيبروك درماتيتس. تاني حاجه ممكن تسبب لك حكه فروه راسك، وهو قله انتاج السيبم، وبالتالي زياده جفاف وحكه في فروه الراس. وده باختصار معناها ان انت يا اما ان انت بتغسل شعرك بصوره متكرره زياده عن اللزوم، او بتستخدم هارش شامبو ومفيش كونديشننج او ترطيب مناسب في فروه راسك. وده بيحصل لمعظم الاشخاص في مصر، لان هو في فصل الشتاء مثلا فبيلاقي ان عنده قشره، فيروح يستخدم شامبو ويقعد يستخدم شامبو كل دقيقتين حرفيا، وبعدين يتفاجئ ان فروه راسه بقت جافه جدا والسيبم انتاجها بقى قليل، فبالتالي بيلاقي ان الشعر بقى جاف مع ان القشره عماله تزيد. طبعا حل الموضوع ده سهل، ان انت تقلل عدد المرات اللي انت بتغسل فيها شعرك، وان انت تستخدم على طول موشرايزر كويس. طبعا ما تجيبش الموشرايزر او المرطب اللي انت بتحبه وتقوم رايح مفضيه كله في العلبه وتقوم حاطط كميه كده تغرب شعرك، لان في الموضوع ده بتكون كميات صغيره جدا مناسبه جدا لحالتك. وتجنب مثلا الحاجات الهارش او القويه من الشامبوهات زي اللي بتحتوي على الصوديوم لورا سلفيت. ولو انت ما شفتش فيديو الشامبوهات اللي عملته قبل كده، فروح اتفرج عليه. تالت حاجه ممكن تسبب لك حكه فروه الراس هو الالرجيك رياكشن، او ان انت يكون عندك حساسيه من حاجه معينه. طبعا ان انت تعرف سبب الحساسيه ده بيكون محتاج انك تفعل وضع شارلوك هولمز بتاعك. بس غالبا شوف انت في الروتين بتاعك او في حياتك عموما ايه اللي انت اضفته جديد. هل انت اشتريت برفان جديد؟ هل انت مثلا بقيت بتاكل حاجه معينه مرتبطه بحدوث الحكه؟ هل انت مثلا رحت مكان جديد او قابلت ناس معينه جديده؟ ممكن ان انت تفعل وضع شارلوك هولمز وتبتدي ترصص الحاجات اللي انت جبتها. انا اشتريت برفان جديد هو اللي سبب لي الحكه، انا اشتريت مش عارف اكل معين، بدات اضيف حاجه معينه في الدايت. كل ده ممكن يحدد لك ايه سبب الالرجيك رياكشن اللي عندك. رابع حاجه او رابع سبب ممكن يسبب لك الحكه في فروه راسك، وهو الكونتاكت درماتيتس، او ان يكون عندك زي ما تقول كده التهاب او حساسيه من مكون معين. طبعا الكونتاكت درماتيتس ممكن يجي من مكونات كتيره، زي مثلا ان هو ممكن يجي من الاسانول او البروبيلين كلايكول، ممكن يجي مثلا من الفريجرانس او الروائح اللي بتبقى موجوده في الشامبوهات او المنتجات، ممكن يجي برده من البارابنز، او ممكن يجي من حتى من السلفيتس. بيبقى صعب برده ان انت تحدد الكونتاكت درماتيتس جاي لك من انهي منتج، لان معظم الشامبوهات او معظم الحاجات اللي بتترش على فروه الراس بتكون مالتي انجريدينتس وفيها مكونات كتيره. فلو انت شخص بيعاني من الكونتاكت درماتيتس بصوره متكرره، فالافضل ان انت تعمل عكس النصيحه اللي بديها للناس، وان انت تمشي ورا الماركت وتشتري المنتجات اللي هي سلفيت فري، بارابن فري، كل حاجه فري، لان الحاجات دي هي اللي بتكون ليها فرصه عاليه من الكونتاكت درماتيتس. خامس سبب، ان انت يكون عندك مرض غير مشخص بيه. يعني مثلا انت ممكن يكون عندك حكه في فروه الراس او نيوروباثيك اتش كنتيجه ان انت عندك مرض ما تشخصتش منه، زي مثلا مرض زي السكر عفانا الله يعني جميعا، مرتبط بحدوث النيوروباثيك بين، وممكن يسبب حكه في فروه الراس. وانت مثلا شاكك ان عندك سكر وهو اللي مسبب لك الحكه في فروه الراس، فممكن ان انت تعمل الشيك بتاعك او ان انت تروح لطبيب يفحصك وتشوف نسبه السكر في الهيموجلوبين في الدم او الـ HbA1c، وتشوف السكر التراكمي بتاعك عامل ايه،
ولو انت عندك مثلا سكر من النوع الثاني فتبتدي علاج مناسب ليه، وغالبا الحكه اللي في فروه راسك دي هتروح. اخر سبب معانا وهو اهم سبب، وان انت عندك حاجه اسمها السنسيتيف سكالب. السنسيتيف سكالب دي هي حاجه معناها ان انت فروه راسك حساسه لاي حاجه كيميائيه تحطها عليها، تبقى عرضه لان هي يحصل لها دراينس وان الشعر يكون هش وضعيف، وبتكون عرضه للقشره برضو. السنسيتيف سكالب شائعه بين الناس، ممكن تتراوح نسبتها ما بين التلت لحد 44% عندهم سنسيتيف سكالب. والافضل في السنسيتيف سكالب ان انت تتعامل معاها بحنيه وبروقان خالص، ان انت تقلل عدد المرات اللي انت بتغسل فيها شعرك، تستخدم شامبو مناسب ما يبقاش فيه هارش سيرفاكتنتس، تستخدم مثلا مرطب مناسب لشعرك، وان انت تتجنب الحاجات او المؤثرات الخارجيه اللي ممكن تعمل لك حكه في فروه. طبعا المينوكسيديل بعض الناس بيبتدي يهرش في فروه راسه، ده بسبب اكتر من طريقه. في ناس بتقول لك ان هو بسبب توسيع او الاوعيه الدمويه اللي المينوكسيديل بيعمله، وزي ما قلت قبل كده وشرحت، فتوسيع الاوعيه الدمويه ملوش اي علاقه بطريقه عمل المينوكسيديل، لان لو توسيع الاوعيه الدمويه هو اللي بيؤدي الى نمو الشعر كان زمان ادويه الضغط اللي بتعمل فازو دايليشن او حتى السيترولين المكمل الموجود للرياضيين كان زمانه بيؤدي الى نمو الشعر، وده ما بيحصلش. المينوكسيديل بيزود نمو الشعر عن طريق كذا ميكانيزم ما لهمش علاقه بالفازو دايليشن. بس الحكه اللي بتيجي من المينوكسيديل بتنتج بسبب الايثانول والبروبيلين جلايكول، وان بعض الفورميليشن بيكون فيها مكونات بتحفز على الايتشنج او الالتهاب. فافضل طريقه لو انت من الاشخاص اللي بيعانوا من الحكه من المينوكسيديل، ان انت تجيب الفوم زي مثلا الريجين او مينوكسيديل شركه المتحده، او في كذا نوع موجود دلوقتي في السوق للمينوكسيديل الفوم، بس ابعد عن الهيرباك فوم لانه بيعمل مشاكل كتيره جدا. وان انت تجيب الغطاء بتاع الفوم ده وبعدها تحط فيه كميه المينوكسيديل اللي انت عايزها، وبعدها تجيب سشواره ومصدر حراره وتسيح الموضوع ده، وبعدين تاخد الدروبر وتحط الحاجات دي على فروه راسك، هتلاحظ ان المينوكسيديل بقى بيمتص بصوره سريعه جدا، ما بيعملش حكه، ما بيسببش جفاف ولا اي مشكله من المشاكل دي. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو انت بتعاني من اتش سكالب او حكه فروه الراس اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.